Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa halukum ayuhat talamis al-ahibba? Ad'u lakum fi dawamil khair ma'a usratikum. Insya'Allah, fi hadhal yawm al-mubarak, sanadrusu alil mawdu' al-lughat al-arabiyyah lissanah al-sadisah. Tahta al-mawdu' ما أروع العالم. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم. هيا نبدأ درسنا الآن. أقرأ ثم أجيب. النظام الشمسي يتكون من عدة كواكب. النظام الشمسي يتكون من عدة كواكب. الكوكب الأول عطارد، والثاني الزهرة. الكوكب الأول عطارد، والثاني الزهرة. والأرض كوكب ثالث في هذا النظام. والأرض كوكب ثالث في هذا النظام. يعيش الإنسان على الأرض. يعيش الإنسان على الأرض. وهي تجري حول الشمس. وهي تجري حول الشمس. والقمر يجري حولها. والقمر يجري حولها. نعم، الآن أجب الأسئلة الآتية. أين يجري القمر؟ أين يجري القمر؟ يجري القمر حول الأرض. يجري القمر حول الأرض. أحسنتم. السؤال الثاني: ما اسم الكوكب بين عطارد والأرض؟ ما اسم الكوكب بين عطارد والأرض؟ نعم، اسم الكوكب بين عطارد والأرض هي الزهرة. اسم الكوكب بين عطارد والأرض هي
الزهرة. أنتم أحسنتم. أيها التلاميذ، قد انتهى درسنا اليوم عن الموضوع ما أروع العالم. أتمنى لكم أن تفهموا درسنا الآن فهما عميقا، فإن شاء الله سنلتقي في لقائنا القادم إن شاء الله. وأخير الكلام، لا تنسى لمراجعة الدرس وقراءة الكتاب. مع السلامة وإلى اللقاء.